اجي دلوقتي لتاني وصفه، نوع من انواع البيتشيفور مختلف شويه عن البيتشيفور اللي احنا متعودين عليه، محشي بجوز هند. وجوز الهند ده هنلونه، عايزه تخليه ابيض اوكي، بس لو لونتيه بيبقى حلو للعيد. دايما انا في العيد بحب يبقى فيه حاجات ملونه عشان الولاد الصغيرين تحسسك بالبهجه. المقادير بتاعتي بتاعت البيتشيفور، لعجينه البيتشيفور نفسها هستعمل 150 جرام زبده مع نص كوبايه زيت، صفار بيضايه، كوبايه سكر بودره، كوبايتين ونص دقيق او حسب الحاجه، حسب ما هياخد معاكي العجينه يعني. بس هي في الغالب بتاخد كوبايتين ونص دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقتين كبار كاكاو. دي مقادير العجينه بتاعت البيتشيفور نفسها. هنقولها من تاني. هحتاج 150 جرام زبده، نص كوبايه زيت، صفار بيضايه، كوبايه سكر بودره، كوبايتين ونص دقيق او حسب ما هياخد معاكي العجينه، بس هي في الغالب بتاخد كده اهو. معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقتين كبار كاكاو. طب الحشوه بتاعتي هحشيه بايه؟ هحشيه بكوبايتين جوز هند مع بياض بيضتين، يعني صفار البيضتين اللي في العجينه البياض بتاعهم هحطه في الحشوه. بياض بيضتين وهستعمل 3 ارباع كوبايه سكر بودره، 4 معالق قشطه او كريم تشيز اللي موجود عند جبنه كريمي، كريم تشيز، اي حاجه موجوده عندك قشطه اوكي. هخلطهم كلهم مع بعض، يبقى الحشوه بتاعتي كوبايتين جوز هند مع بياض البيضتين، 3 ارباع كوبايه سكر البودره، واربع معالق القشطه او الكريم تشيز. هزوق البيتشيفور ده بتلات ارباع كوبايه شوكولاته مبشوره وتلت كوبايه كريمه مع شويه جوز هند، يبقى للزينه. او هعمل له جناش بتلات ارباع كوبايه شوكولاته مبشوره وتلت كوبايه كريمه وشويه جوز هند. ابتدي اول حاجه هضرب هنا اهو الزبده بتاعه العجينه بتاعه البيتشيفور مع الزيت. وادي الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، واحطهم مع بعض. وفي نفس الوقت هضرب بياض البيض بتاع الحشوه بتاعتي. انا هحط طبعا في واحد تاني بياض البيض، هحط له رشه ملح علشان يجمد معايا، رشة بسيطة من الملح، وهضرب بياض البيض. وفي نفس الوقت هنا انا بضرب الزبدة والزيت لغاية لما يبقى العجينة هشة كده، سوري الزبدة هشة عندي، ابتدت الزيت طبعا بيسهل ان هي تتخفق بسرعة. هبتدي احط، ههدي بس السرعة واحط لها السكر البودرة واخفق تاني. اهو شايفين ده الخليط بيبقى ازاي. بجيب كل اللي على الجوانب، وبعد كده بزود الكاكاو وصفار البيضة بيكنج باودر، وهحط نص كمية دقيق. ادي نص كمية دقيق، واروح مشغلة عليهم تاني. طبعا هغير بعد كده الفادل دي، هغيرها وهحط اللي هي مش العجانه بقى، هحط اللي هي بتاعت البسكوت والكوكيز اللي هي الكف. هنشيل دي ونحط التانيه لان خلاص مش هحتاج دي. انا كنت بستعملها بمضرب البيض علشان اخفق الزبده كويس وعلشان في البيضايه. دلوقتي هزود اهو، بصوا بقى منظرها ازاي، هزود بقيه الدقيق
واخليه يتخلط مع بعضه. وهنا اهو شايفين بياض البيض بقى ازاي في العجانه الثانيه. ادي بياض البيض جامد معايا ازاي. هاجي اجيب بياض البيض ده اخده هنا. بصوا ادي عجينه الفتشيفور اهي لمت وبقت ما شاء الله زي الفل. هاجي اخلط مع بياض البيض سكر البودره، وانا مستعمله كريم تشيز مش قشطه، وجوز الهند. وبعدين بتلوني بقى جوز الهند ده بالوان، يعني الالوان اللي انت عايزاها. عايزه تخليه نفس اللون اوكي، بس انا لونته عملت كور بالوان. هوديكي اهي، بيتكور وبلون، يعني بقسمه مثلا اربع اقسام، بخلي قسم او جزء اللي هو ابيض والباقيين بلونهم بالمنظر ده اهي كده. اهو هو هيتكور معايا بسهوله اهو كده. الكور دي بحطها في التلاجه شويه، وعجينه البيتشيفور نفسها برضو يستحسن ان احطها في التلاجه شويه عشان تتشكل معايا بسهوله. هي كده طريه، لكن بصوا لما بتتحط في التلاجه بتمسك نفسها، فلما باجي احشي البيتشيفور عليها بيبقى اسهل بكتير. هاجي لعجينه البيتشيفور نفسها، طبعا زي ما قلت لكم لو اتحطت في التلاجه هتبقى افضل كتير، بس احنا عشان وقت الحلقه هاجي. بصوا هي عجينه هشه، فهاجي اعملها كده اهو. وبعدين خدي بالك ما تكبريهاش قوي، ان هي فيها بيكنج باودر فهتنفش معاكي برده شويه. واروح حاشيه جوز الهند الملون جواها واعملها كوره. الحته اللي انا بقفلها دي احطها تحت، يعني اشقلبها كده وتبقى تحت على الصينيه. خلاص هنعمل واحده تانية اهي، هناخد واحده زرقاء المره دي اهو، بضغط عليها بالراحه واجي الم العجينه كده بالراحه اهي. وبعد كده هحطها هنا، هدخلها الفرن بقى ربع ساعه. ولو الفرن عندي شغال من فوق وتحت يبقى احسن نشغلها من فوق وتحت ربع ساعه، ما بيشتغلش من فوق وتحت مع بعض هدخلها 10 12 دقيقه وخمس دقائق من فوق، بحيث البيتشيفور عندي يستوي تماما. هاجي بعد كده هسيح الشوكولاته بتاعت الزينه مع الكريمه. انا هحطهم في الميكروويف او بتحطيهم على حمام ميه، وبنجيب البيتشيفور بتاعي بعد ما بيطلع من الفرن بيبقى شكله كده اهو. وهجيب الشوك وشويه جوز هند مبشور بقى وازوق بيهم على الوش. ادي انا حطيتها في الميكروويف، ما عنديش ميكروويف بسخنها على حمام ميه، وبعدين باجي احط البيتشيفور كده بعد ما طلعته من الفرن واستوى، واروح حطاهم في الشوكولاته وبطلعهم على ورق الزبده علشان اعرف اشيلهم بعد كده. وهما سايلين اللي بحط عليهم جوز الهند او اي مكسرات لو عايزه تحطيها على الوش اهو كده اهو كده. وبتسيبيهم طبعا الشوكولاته تجمد. مش عايزه اقول لك بيبقى شكله حلو ازاي وطعمه حلو ازاي البيتشيفور ده، والولاد بيفرحوا بيه جدا لان هو من جوه ملون. يبقى ده البيتشيفور الملون بجوز الهند او المحشي جوز الهند. ادي واحده، وعملنا كحك بالزبادي. هنروح طبعا دلوقتي اخر واحده هشيلها، وممكن بصي بقى ممكن كمان نعمل ايه، ممكن نيجي من الملون ده واروح حاطه شويه هنا
ملونين، وممكن جوز هند عادي زي ما انت عايزه اهو كده. وده مثلا اهو نعمله كده ملون خلاص. بعد كده هستنى طبعا ان هو يجمد شويه وبشيله وبقدمه.